توجه كذلك بشعار أو بتنبيه للرأي العام والسياسيين على وجه الخصوص، يقول لهم راه الوضع الأمني اليوم في البلاد بخطر محدق، يتمثل ذلك وعنده مصادر وعنده معلومات ثابتة، وأن هناك عملية إرهابية تمثل ربما في تفجيرات من هنا إلى 3 شهور قدام على أقصى تقدير سوف تستهدف فضاء تجاري كبير بالعاصمة. كيف ينبه وليد زروق، وهذا مش جديد في رسالته، راهو قالوا في المقالات، وهذاك علاش احنا متقلقين من السيد وكيل الجمهورية يقرأ مقال ينال من شخصه، احنا متفقين ونحن مساندينه، السيد وكيل الجمهورية إذا كان يعتبره أنه شخصه يعني هوذم جانبا فيه، ولكن تمنينا لو كان نفس وكيل الجمهورية اللي طلع على مقال ينال من شخصه يطلع على مقالات كثيرة وكثيرة أخرى يكتب فيها وليد زروق وينبه فيها من مخاطر كثيرة، وينبه فيها حتى ويعطي فيها للرأي العام حقائق كثيرة نتاع أشخاص وشخصيات سياسية نافذة اليوم في البلاد وشخصيات أمنية نافذة اليوم في البلاد ضالعة بشكل أو بآخر في واقعتي أو وقائع اغتيال الشهيد شكري بعيد وشهيد محمد إبراهيم وشهداء الشعبي. أعطيتكم الأمثلة كثيرة، أعطيتكم على المدعو الكرمندي إمام جامع الكرم سابقا، هذا يتوقف في علاقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، توقف لمدة أيام ثم أطلق سراحه، وتوقف على خلفيته أن تحجز في مسكنه بعض الأسلحة، وتوقف كذلك وليد زروق صرح وصرخ كذلك لأنه شخص بين قوسين بالخطورة هذه تسمح لوزارة العدل بتدخل سافر من المدعو السيد الفرجاني المكلف بمهمة الشعب التونسي كل ما يعرفها شنية المهمة هذه، تسمح له باش يدخل للسجون التونسية ومش أي سجون، مراكز الأحداث، مراكز يعني اللي فيها الطفولة الجانحة متاع قمر ويلقنهم تعاليم وينقلهم بطبيعة الحال الدروس الدينية. حكيت لكم كذلك في معرض الندوة الصحفية على سي جو وليد زروق يعني تقلق، ونحن بيدنا متقلقين يعني النيابة العمومية هذه اللي بالتليفون تحرك الدعوة العمومية، السيكونس فيسبوك اللي ظهر فيها جو هو السيد نور الدين البحيري بين قوسين، راه وليد زروق عنده مش كلام برا، عنده أمثلة وقعد حتى مع ضحايا جو، هذا ضحايا اللي هما قصر أقول جيدا شباب قصر اعتدى عليهم جو، ورغم ذلك ورغم أنه السيكونس هذه دارت في أنحاء العالم الكل النيابة العمومية ما حركتش من ضده أي دعوة جزائية، ونحن متأكدون بأنه ما فما حتى بحث تحقيقي تفتح في الواقعة هذيك. أخطر من هذا بكثير، حكيت لكم حتى على واقعة أو خلفيات إطلاق سراح المدعو علي الحرزي من طرف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، علي الحرزي المظنون فيه الرئيسي في اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي، الحرزي أطلق سراحه اليوم من طرف كنقول لك اليوم يعني مدة تالي، لنكتشف اليوم بأنه متهم رئيسي كذلك في اغتيال الشهيد الحاج محمد إبراهيم وكذلك في اغتيال الشهيد شكري بالعيد. زدت شفتوا كذلك الوثيقة اللي وصلت من جهة استخباراتية أجنبية لمصالح وزارة الداخلية الإدارة العامة مصالح المختصة، واللي أحاطت بها علما الإدارة العامة للأمن العمومي التي يترأسها إلى حد الآن سي وحيد التوجاني عفوا، وتفيد بأنه بلغ إلى علم السلطة السياسية وكذلك السلطة الأمنية التونسية ما يؤكد استهداف الشهيد الحاج محمد إبراهيمي بالاغتيال قبل 11 يوم. بالنسبة لسيكونس فيديو عند مازن بن غربية، ما هو وليد زروق كان في جلسة الجلسة هذه طلبها المدير العام الحالي معاش عنا من خديه حذير، مدير العام الحالي لسجون الإصلاح بين قوسين للي ما يعرفش من التوانسة، هو ملحق بوزارة العدل باعتباره أنه كان من منظوره مؤسسة البوليس السياسي في عهد بن علي في الحبيب السبوع، اتصل بوليد زروق وطلب باش يقعد معاه باش يعرض عليه إغراءات السيد نور الدين البحيري وزير العدل السابق باش يقلع على محاربة الفساد ويرجع المهد يعني وظيفته وتعلق أو تلغى في جانبه كافة العقوبات التأديبية التي تخلط ضده. بطبيعة الحال كان هناك ربما فخ، سي الحبيب أسبوعي يعني راح يتحدث يمينا وشمالا على كافة مواطن الخور والفساد حاليا في مؤسسة وزارة العدل بصفة عامة وفي المؤسسة السجنية التونسية بصفة خاصة، واللي يحب يتأكد من الكلام هذا عنده مصدرين، المصدر الأول هو اللي سجل معاه
سي معز بن غربير كان موجود معاهم وسجل وعنده التسجيل والمصدر الثاني تنجموا ترجعوا لمداخلة نفس الشخص هذا سي الحبيب السبوعي في مداخلته أمس وحكيت عليها الصحف اليوم ظهر له باش يحكي وقال له فما فساد في وزارة العدل وأنه فما فساد في المؤسسات السجنية وأنه فما برشا مشاكل كبيرة في المؤسسات السجنية. وقت اللي حكي عليها وليد زروق انتقم منه شر انتقام، زج به في السجن مرتين، منهم مرة شاكي به حبيب أسبوعي أصلا، جرد من بطبيعة الحال عزل من الوظيفة، زرق قرار عزل مصح فيه السيد نور الدين البحيري، أحيل على القضاء الجناحي الحمد لله، أنصف بعدم سماع الدعوة إلا أنه النيابة العمومية في زوز قضايا نحكي لكم عليهم استأنفت قرار عدم سماع الدعوة ولليوم نستناو في جلسة استئنافية في القضايا اللي رفعها من السيد نور الدين البحيري ولا اللي رفعها من السيد حبيب السبوعي ضد وليد زروق واللي خذا فيهم عدم سماع الدعوة. تقريبا هذه هي التسجيل. نتمنى وأنه زميلكم سي معز بن غربية اللي متأكدين نحن وأنه يتحوزوا على ذلك التسجيل يخرجوا للرأي العام، خلي الرأي العام يعرف أش فما افساد في وزارة العدل في حرم السيد نور الدين البحيري. واتمنى كذلك ان يقتنع مثل ما اقتنع وليد زروق، ربما انتم زاد مقتنعين بانه لا خوف بعد اليوم.